البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022. ده خبر مهم جدا، من شأنه ان هو يعزز النشاط ونشاط الأسهم في البورصة المصرية. قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بحسب تقرير منشور على الموقع الرسمي، لتصبح 11.25% كما هي للإيداع و12.25% للإقراض في المية. وكان الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أقر زيادة أسعار الفائدة بنسبة 75% وتبعته بنوك خليجية ودولية. وترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد الاجتماعات، اللي هو اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي منذ توليه مهام منصبه بعد تثبيتها في الاجتماع السابق بتاريخ 18 أغسطس 2022. وكان المركزي أبقى على سعر الفائدة في آخر اجتماعين له من الرفع الاستثنائي في اجتماعي شهري يونيو وأغسطس الماضيين. ورفع المركزي المصري سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري، بوقع 1% في اجتماع الثاني في 21 مارس الماضي و2% في مايو الماضي. ويستهدف البنك المركزي كبح جماح التضخم الناجم من ارتفاع الأسعار المستوردة بسبب النزاع الروسي الأوكراني واستيعاب صدمة قرارات الفيدرال الأمريكي. وتبقى أمام البنك المركزي خلال 2022 اجتماعين للجنة السياسة النقدية لحسم الفائدة، أحدهما يوم 3 نوفمبر المقبل والآخر في 22 ديسمبر 2022. طبعا تثبيت سعر الفائدة ده هيعزز نشاط الأسهم وشراء الأسهم في البورصة وتدفق السيولة على البورصة المصرية. فكده احنا نقدر نقول خلال الشهر اكتوبر البورصة في نشاط وارتفاع. شكرا لكم.